ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب الرائد ياسر عبد الرحيم، قائد غرفة عمليات فتح حلب. سيادة الرائد، مرحبا بك. ما هي الخسائر التي تكبدتها قوات النظام بعد تدمير غرفة عملياتها في تلة الشيخ يوسف، وكيف ستؤثر على طبيعة المعارك في الكاستيلو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه التلة كانت تقوم بقصف أهلنا في مدينة حلب، وتقوم قصف المدنيين، وبعد رصد لمصادر النيران تم الحمد لله رب العالمين بفضل من الله رمي صاروخ كورنيت أدى إلى تدمير راجمي، وبعدها قامت هذه الراجمي بالانفجار وتفجير كافة المستودعات وكذلك غرفة العمليات بصاروخ مباشر، وقتل 3 ضباط ذو رتبة عالية. نعم. وكذلك أعشاش ذخيرة انفجرت وأدت إلى تدمير هذه الكتيبة بشكل مباشر. طبعا هذه الكتيبة كانت تأذي أهلنا وأدت إلى شبه انقطاع ناريا هذا الطريق المدني. طبعا رب العالمين مكن من تدمير راجمة، مدفع 130، 3 مستودعات ذخيرة، لا أقل من 50 عنصر من الميليشيات الأجنبية تقاتل بجانب بشار الأسد. نعم، ربما أطلقتم هذه المعارك للتخفيف من وطأة قصف النظام الروسي على المدنيين، يعني إلى أي حد تعتقدون أنكم نجحتم في ذلك، وما هي الخطوات القادمة للتخفيف من هذا القصف أكثر؟ الحمد لله رب العالمين. نحن أردنا أن نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي أننا نحارب النظام بالأهداف العسكرية، أردنا أن نصيب فقط مصادر النيران، ولكن ليس كما يفعل النظام بقصفه لأهلنا المدنيين، ولكن نوجه رسالة لكافة أهلنا المدنيين في حلب بالضغط على هذا النظام. أول كيف؟ بالابتعاد عن كافة الطرق العسكرية، طريق الراموسة نعلن نحن غرفة عمليات فتح حلب يعتبر طريق عسكري. أي هدف، أي طريق يبعد عن أي هدف عسكري 200 متر هو هدف عسكري، طريق دوار الموت عسكري، أي طريق يبتعد عن أكاديمية الأسد 200 متر هو طريق عسكري، سنستهدف كافة الطرق وننصح المدنيين بالابتعاد عنها، لا يشارك هذا النظام بحماية، النظام يستخدمهم كدروع بشرية. إذا استمر النظام بقصف أهلنا في المناطق المحررة سنقوم بقصف كافة الطرق العسكرية التي تبعد لا أقل من 200 متر عن المعسكرات الأسدية، كافة الفروع الأمنية هدف لنا، كافة المقرات العسكرية هدف لنا، وننصحهم بالابتعاد. والنظام سيستخدم هذه طبعا يقوم بأهداف ضمن مدينة، نحن لا نقصف مدينة، ننصح الجميع بالابتعاد لأننا سندافع عن أهلنا المدنيين بكل ما يأتينا من قوة. نعم، لو تضعنا في آخر تطورات المعارك على جبهة مدينة مارع المحاصرة. مدينة للأسف الشديد نحن خذلنا من كافة دول العالم ومن كافة الأصدقاء. مارع تحاصر من 3 أطراف، من جهة داعش التنظيم الإرهابي الذي يحاصرهم من الجهة الشرقية، من الجهة الغربية تنظيم البيكيكي الإرهابي الذي حجز أكثر 200 عائلة في قرية الشيخ عيسى ولم يرضى على خروج المدنيين والأطفال والنساءنا إلا بعد أن استلم من بعض المرتزقة في تلك القرية وكذلك النظام الأسدي من الجهة الجنوبية يحاصر هذه المدينة. إذا محاصرة من كافة الجهات، من داعش، نظام بيكيكي، وكان الله في عون أهلنا، وندعو كافة الشرفاء في الريف الشمالي إلى التوحد وفك الحصار عن أهلنا، عن مدينة مارع، أرض البطولة، أرض الشهداء، ولا يترك ولا يخزو هذه المدينة الشجاعة البطلة. الرائد ياسر عبد الرحيم، قائد غرفة عمليات فتح حلب، شكرا جزيلا لك.